وصل إلى مملكة البحرين مساء اليوم فخامة السيد رستم ميني رئيس جمهورية تترستان الروسية الصديقة رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي وذلك للمشاركة في أعمال ملتقى البحرين للحوار حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني وكان في مقدمة مستقبل فخامته في قاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعالي الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد ألكسي سيكو سوريف سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين وعدد من المستقبلين